ناديت يا قلبي في المقف ابشر بي الشعر اغني به واعرف اسالبه ابشر يا ابن عمي في هذي الايام يا ضيفنا الغالي يا طيب الفالي كبير في قدره والكل معتبره لبيت دعوتنا يا طيب النيام يا مرحبا يا امير في حلة الكبير مطلق بن جزعة من المجد له وزعة له منزله واجداد له نيرة الحياة يا فيصل ابن حميد مجدك تمجد تاريخك الوافي بين وين شافي ما بين خلق الله. يسر رجل الأعمال الشيخ مطلق بن عواض العازمي العتيبي أن يرحب بكم أجمل ترحيب. يا أبو فهد يا سيدي ياك حيلال يا فخرنا يوم الدعاوي كبيرة يا أخو فهد يا مزبل طوال الأيمان لشلهبة غبر السنين الخطيرة في حلة المطنوخ شيخ وريث الشيوخ لا قلت يا مطلق من السجن كم مطلق فعله عليه الشهود ما هو بعارية. يا مرحبا يا الفارس الصنديد جيتك عند أهل الحسن وماسلة والله هلا عيد وأكبر عيد وهالجيرة وهالخوها وأيضا حمياهم ووريها. تسلم يا ابن عواض طلق الحجاجين مواقفك كل رجال عرفتها يا العازمي ما جيت أوصفك هالحين لك فزعة كل النشامة لقتها. ثنتين تعرف بها عزوة بني عاصي مثل ما عتيبة ابن الثنتين معروفة الأولة يا عرب تطويعة العاصي والثانية كرمة الرجال لضيوفة. حق علي ولابتي وصوني الطيب الطيب لزوم وصالة في مضيف العازمي والنار حية مطلق اللي بالكرم كل درابة راعي الوقفات والكفة الندية والقدم في ذمتي ما تنقصر خطوتها يا ولد عواض راع الوقفة المشهودة. يا فيصل يا ابن جهجاه عرف الرجال يزود وانا اليوم يا ابن حميد شايش وطرباني. ناديت يا قلبي في المقف ابشر بي الشعر اغني